بجولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية اليوم، حملة بتنظمها جماعة رسالة حياة لدعم 500 عائلة محتاجة من مختلف الجنسيات والمناطق اللبنانية بحضور السفير البابا وبلبنان والأب العام وسام معلوف مع أفراد الجماعة، إضافة إلى وقفة تضامنية مع أهالي المخطوفين بالخيمة بساحة الشهداء. الساعة 9 الصبح رح يكون توزيع المساعدات وبيتقسم على 3 مناطق، والساعة 12 وقفة من ساحة الشهداء. إنه منقدر نناضل لكرامة الإنسان ونتشارك بالخيرات مع الفقراء والمنسيين ونخفف من الظلم والوجع والعنف. سوا نبني عالم أجمل، عالم الأخوة والتضامن، عالم الحب واللعب. بعد 44 سنة قرر عبد الكريم الشعار الإفراج عن أغنية وحدي أنا والكاس يلي بتعود لسنة 73 للملحن مطر محمد ومن كلمات ألي شويري. هالأغنية يلي عرضت على الفنان عبد الكريم الشعار وبوقتها تحفظ عن غنائها رح يغنيها اليوم كأغنية منفردة على خشبة مسرح مترو المدينة ب 21 و 28 شهر الساعة 10 المساء، وبنسمع من أمسيات سابقة للفنان عبد الكريم الشعار. وتشوف عيني بهاك، وتشوف عيني بهاك، وتهني من تاني يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي. بدعوة من جمعية شمس عرض راقص لكلارا سفير تحت عنوان القالب ب 12 و 13 شهر بمركز دوار الشمس. التأليف الموسيقي لمصطفى سعيد، تصميم الملابس لعبير قبيسي، والعروض الساعة 8:30 المساء. جمعية أحياء تراث بدادون والرابطة الثقافية الرياضية بيسور بيقدموا أوبرات موسم العز يلي قدموها الأخوين الرحباني بال 1960 بطولة الصبوحة. بهالعرض الجديد البطولة لرنا حميدان، ضياء طرباي، جورج بطرس ب 7 الشهر الساعة 6 المساء بقصر اليونسكو. بنسمع من الصبوحة. شو جابك لضيعتنا؟ الله، ما فيش بهالعين شربت مي نسقيك وبتفرح مويتنا. تتذكري بالعيد؟ بتذكر غناني وحكي ونبيت. بتذكر صوتك ضوي بشرايط وزيني وغمر شعرك هالمدر غمر يا لفت.
بعد ما قدمت نشاطات ميلادية بأسواق بيروت بتعود لبام هالجمعية الفنية لتقدم عرض موسيقي بسبعة الشهر بدار الرحمة برومية الساعة 11:30 صباحا. لكل محبي الشعر أمسية شعرية تحت عنوان هون مطرح الشعر بشارك فيها الشاعرة فيفيان طه شرب الزغاب مع مشاركة موسيقية مع الأب جان جبور ببلدية الجديدة نهار الثلاثة 10 الشهر الساعة 7 المساء. عنوانكم بالشعر عنواني، كل ما دعيت الشعر على سهرة بيظهر ببستاني ألف زهرة، بهالمنتدى المش ناقصه شهرة جمعت المحبة وشعر لبناني. بهدف دعم نشاطاتها بتدعي اللجنة الإقليمية لفرسان العذراء إقليم جزين لحضور مسرحية جورج خباز بالكواليس يوم الأحد 15 الشهر الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح شاتو تريانو بالزلقة. هيدا اذا كانت جولة على ابرز واقرب المواعيد. جوال بنرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير. المؤهل جهاد ابو زكي معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة ادارة السير لنعرف اكثر عن احوال الطرقات. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية، كيفكن؟ الحمد لله. شو وضع الطرقات اليوم؟ بداية بدي اشير عن الطرقات الجبلية. طريق ظهر البيدر وطريق ترشيش زحلة سالكة لجميع السيارات. نعم. بتعود لحركة السير بهالاثناء على المدخل الشمالي لبيروت. ما في بس غير طريق ترشيش وباقي الطرق. عن الطرقات اذا بتحبي لنا كمان معنا وقت بنحكي عن كل الطرقات المقطوعة. لا باقي اي طرقات مقطوعة؟ ايه خلينا نحكي شوي عن الموضوع. الطرقات المقطوعة هي اللي هلا بتضلها مقطوعة تقريبا لاول الربيع. بدي ابدا بطريق المنايط رح حدث بعلبك، طريق أوكي. عام عصر الشوف كفرية، طريق عينات الارز، طريق الهرم الضنية، طريق نعم. تنورين الفوقة حدث الجبة، طريق تنورين الفوقة اللقلوق، طريق جرد مشمش الهرمل، طريق جرد مربين الهرمل، وطريق عيون السمان حدث معلبك. هودي مقطوعين. اوكي، يعني هول بشكل يومي من هلأ للربيع تقريبا رح بيضلوا مقطوعين. بالضبط. اوكي بالضبط. وبالعودة لحركة نعم. السير بهالأثناء في انقلاب بيكاب على طريق مطار القديمة. نعم. سبب حركة كثيفة نتج عنه أضرار مادية والعمل الجاري عن رفعه عن الطريق، طريق المطار القديم باتجاه المطار. نعم. المدخل الشمالي لبيروت عم بيشهد حركة كثيفة صباحية كالمعتاد، عم تتروح من جوني ما بين جسر فؤاد شهاب وصولا لنفق نهر الكلب. نعم. أيضا دبي أنتلياز جلديب وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي خالدي باتجاه الأنفاق وخالدي باتجاه الأوزاعي، لمن بيروت المدينة الرياضية باتجاه جسر كولا نفق سليم سلام. اوكي. تراد الرئيس الهراوي باتجاه الأشرفية ساسين وأوتيل ديو، وجادة شارل مالك السير القادم من جسر الدكواني باتجاه مدرسة الحكمة. اوكي. هذا بالنسبة لحركة السير الصباحية. وحوادث؟ إحصاءات حوادث السير لفترة الـ 24 ساعة المنصرمة واللي نتج عنها أضرار جسدية، مجموعة 7 حوادث نتج عنهم 8 جرحى، توزعوا على الشكل التالي: بيروت حادث جريح، جبل لبنان 4 حوادث 5 جرحى، شمال حادث جريح وجنوب حادث جريح. يعني تساقط الامطار بينعكس ايجابا على حوادث السير، بصيروا الناس يمشوا على مهلهم، بتخف حوادث السير وبتكون اذا صارت كثير طفيفه والاضرار يعني نعم. نوعا ما ماديه وجرحى بس. نعم. الحمد لله. بالضبط، لأن ما بيكون في سرعة زايدة كتير. نعم. كمان حصيلة يعني محاضر السرعة الزايدة كمان بتخاف. لاحظة خافة عن مبارح هي مجموعة 1162 مخالفة. ليه قديه كنت مبارح؟ كنا وصلنا ل 800 رجعنا طلعنا مبارح. نعم، في فترة وصلنا 1500 يعني نسبيا منيحة عن غير أيام. طيب
شكرا لك، يعطيك العافيه. بنحكيكم بكره لمزيد من التفاصيل. نحن هلا رح توقف مع بريك جديد، بنرجع من بعده لمتابعه اخبار صباح. خليكم معنا.